وزارة الداخلية نشرت امبارح فيديو بيوضح استضافة براعم وشباب حي الأسمرات لممارسة جميع الأنشطة الرياضية والاستمتاع بقضاء يوم ترفيهي داخل اتحاد الشرطة الرياضي. احنا عايزين أهلنا لما يجوا في الأماكن دي نساعدهم أكتر، مش بالفرش عايزين نبقى معاهم، عايزين نبقى معاهم، عايزين نساعدهم أكتر، نعلمهم أفضل. نجحت الدولة في إنشاء مجتمعات حضارية جديدة كبدائل للمناطق التي شكلت على مدار سنوات طويلة خطورة على قاطنيها. حي الأسمرات واحد من تلك البدائل التي احتضنت أعداداً كبيرة منهم وغيرت مجرى حياتهم إلى الأفضل في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير حياة كريمة لهم. دعوة جديدة قدمتها وزارة الداخلية لبراعم وشباب حي الأسمرات لممارسة جميع الأنشطة الرياضية والاستمتاع بقضاء يوم رياضي وترفيهي، حيث تم اصطحابهم إلى اتحاد الشرطة الرياضي وتوزيع الملابس الرياضية عليهم في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية. مليون تحية للي قال حق الحياة، دنيا جديدة للي عاوزته نجاة. يا مصري وفيت بوعدك بالإنسانية، فتحت باب علمني معنى الحياة. مليون تحية للي قال حق الحياة، دنيا جديدة للي عاوزته نجاة. يا مصري وفيت بوعدك بالإنسانية، فتحت باب علمني معنى الحياة. النهاردة ما كناش نتخيل ان احنا ممكن نيجي هنا نادي الشرطة، جميل جدا وفي حاجات حلوة جدا. بشكر سيادة الرئيس على الدعوة ديت اللي جمعنا كلنا مع بعضينا وخلانا اجي اشوف الناس في اتحاد الشرطة، واتحاد الشرطة كرمنا وشرفنا تشريف حلو، وكان يوم النهارده كان جميل. حياتنا بقت جميلة جدا لما رحنا الأسمرات، مكان جميل جدا وتطور جدا، وبقيت متصورة جدا في دراستي، وبقيت بروح أماكن جديدة. الحياة بتاعتي اتغيرت 100%. أنا كنت في الأول عادي، ما فيش أي حاجة أصلا كانت في بالي. أول ما رحت الأسمرات قدمت ساعتها في النادي، كل أفكاري اللي كانت في دماغي اتغيرت أصلا. ربما لم يكن يتخيل هؤلاء البراعم والشباب أن يتم دعوتهم لقضاء يوم كهذا، ولكنه الحرص من وزارة الداخلية على التواصل الاجتماعي معهم والتقارب مع كافة الفئات، بخاصة قاطنو بدائل العشوائيات، فكانت فرحتهم كبيرة بالتغيير الذي حدث في حياتهم إلى الأفضل. أول مرة في حياتي أجي نادي الشرطة هنا، وفرحان بصراحة أن أنا موجود. لو نادي الشرطة والمدينة الأسمرات عامة يعني ادتني حاجة أنا ما كنتش في المدينة الأولانية في المنشأة، أنا ما كنتش ليها هناك. ما كانش في نوادي، ما كانش في قصور ثقافة. هنا في الأسمرات في قصور ثقافة بنطلع فيها مواهبنا، في النادي بنمارس الرياضة اللي احنا بنحبها. شكر للينا ده، وده فرصة للحياة، حق الإنسانية حلم حقق وبنى، ورى العالم كله بجد حقيقي. مصر تقدر تبني إنسان من جديد وتكون معاه. شكر للينا ده، وده فرصة للحياة، حق الإنسانية. مصر تقدر تبني إنسان من جديد وتكون بحبكوا قوي قوي، وشكرا جدا لليوم الجميل اللي قضيته في اتحاد الشرطه. هنعرف الكون يعني ايه انسان جديد، وبلدنا تعالى وبالاراده الخير يزيد. عرفتنا ازاي هنبني مصر الجديده، الله معاك كمل ويلا احنا وراك. مش متخيله ان اليوم هيبقى جميل كده، وبجد بشكركم وبشكر الرئيس وبشكر وزاره الداخليه، وبحبك يا رئيس.
فرحانه جدا ان انا جيت قضيت اليوم ده وموجوده وسط الضابطات والضباط، وفرحانه جدا وبشكر الريس لاهتمامه بينا وغير لنا حياتنا لحياه اجمل، وبشكره جدا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مبادره هي الاولى من نوعها، تؤكد الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية الذي يكتسب أهمية يوماً بعد يوم، ويوضح حرصها على دعم ومساندة كافة الفئات المجتمعية، بخاصة قاطن المجتمعات الحضارية الجديدة التي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنشائها منذ اللحظة الأولى لتوليه المسؤولية لتوفير حياة كريمة لقاطني هذه المناطق. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على حياتنا الجديدة، مبسوطة جدا ان انا جيت نادي الشرطة، وبشكر سيادة الرئيس جدا ان هو على الدعوة الجميلة دي. شكرا يا رئيس على كل حاجة انت عملتها لنا. احتفالية كبيرة رياضية وترفيهية أقامتها وزارة الداخلية لمجموعة من شباب وبراعم حي الأسمرات، وهو ما يعكس الدور الإنساني والاجتماعي الذي تليه وزارة الداخلية أهمية كبيرة لتحقيق التواصل والتقارب مع كافة فئات المجتمع. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.